اتفضلوا على جنب. انت يا فندم بس تكون بعيد عن الشارع عشان حضرتك شفت الامن واللي حصل. عندنا نقل سهل جدا خلاص. الضربات المتتاليه دي كل الغبي وراها دي زودت شعبيتي السما. وانتم متابعين يعني انا اسيبه قاعد اتصور معاك وانتم متابعين السوشيال ميديا والناس اللي عندها اشتغال مش عايز يفتح وفي تعوضات دلوقتي واحدين احسن صوت الصوت خليه يتكلم على الصوت بس. حضرتك علي صوتك سنه بس بقول لك وفي تهون الموجود اه طلعني احسن رئيس نادي برامج تمام يا فندم في الاستفتاء. لكن حضرتك بتاذيني من غير سبب خالص وعندك حكم محكمه قبل كده من الاداريه العليا بيقول لك ان انت عملت ده غلط يا شباب. بس انت سامحته هو كده باين احنا فندم بس عشان حضرتك شفت الامن احنا عايزين سريع. حضرتك كنت متضايق جوه المحكمه حضرتك طلعت قابلت ايه السبب؟ طب هي المحكمه اتاجلت لي امتى يا سيدي؟ ماشي اتفضل عشان الامن بس يا فندم حضرتك شايف المحكمه اتاجلت لي امتى يا سيدي في الانتشار؟ تعالى عند المحكمه تعالى يا فندم ماشي ماشي يلا يا ابني انت اهو يلا انت مسكت يلا يا عم هو هيجي هنا انا اقف قدامها تعالى هنا اتفضل اهو كمامة اقول له كمامة اهو كمامة البس الكمامة قول له البس الكمامة يا جماعة اتفضل سيد المستشار اللي هو جاي برضه لا لا سيدي عشان هو في جنبك اتفضل قول له البس الكمامة كمامة يا جدعان. طب المحاكمة اتأجلت لي امتى؟ حضرتك يا فندم كلمني طيب اتفضل يا فندم طيب اتفضل انا هقعد اجري ورا بعض هو انت هتصورني ولا ايه؟ يلا